فيليدا تجعل منزلي أنظف. شبس الدجاج من نبيل مع صلصة الحامض حلو. بكيت من شبس الدجاج من نبيل. كوب فلفل ملون مقطع بشكل جوليان أو طوليا. كوب جزر مقطع طوليا. نصف كوب بصل. ربع كوب من الأناناس وربع كوب من عصير الأناناس. بدنا كمان ربع كوب من الكاتشب. ملعقة ثوم مفروم. ملعقة من الزنجبيل المفروم. وملعقة من النشا. ربع كوب من صلصة الصويا صوص. وملعقتين من زيت السمسم. وأكيد بدنا شوية كاجو للتزيين. وهذا طبعا بالأخير الكاجو ما له داعي هون، بس احنا هون حابين انه نضيف الكاجو عليها. هي مش تشيكن كاجو، هي خلينا نحكي حامض حلو صوص مع شبس الدجاج من نبيل. اوكي، شبس الدجاج من نبيل بس شيء بدي اعطيكم فكره عنه حبايبنا. هو عباره عن قطع من الدجاج بشكل ستريبس، شوفوا كيف رفيعه، شايفين كيف منظرها ولا اروع منها. من جوا دجاج، من برا بطاطا وبقسماط او قرشله. كيف بدي اطبخهم؟ عندي تو اوبشن. الاوبشن الاولاني بالزيت الغزير على حراره 170 لمده 4 دقائق، او بالفرن على حراره 180 لمده تقريبا من ربع ساعه الى ثلث ساعه. اذا طريقتين للطبخ، يا اما القلي العميق 170 4 دقائق، او بالفرن 180 من ربع الى ثلث ساعه. بعد عمليه القلي اروح اجيب لكم اياه. هي هون. اوكي، هون طبعا انا اليوم عملته بالشوي بالفرن، اخذ مني بالضبط ربع ساعه بالضبط، لانه الفرن هون عندي ممتاز وصار عندي مقلي وجاهز. فهون راح اضيفه الان على الطبق اللي عندي اللي هو التشاينيز اللي هو حامض حلو. نبدا اول شيء في رفع طنجره على النار. طبعا صلصه الحامض حلو ممكن استعملها الاناناس، او ممكن استعملها عصير البرتقال، ممكن استعملها عصير الحامض. بدي اعمل عمليه بالانس بالنكهات حتى تكون حامضه وحلو. ممكن استعمل كمان السكر، وراح استعمل السكر اليوم، وكمان ممكن استعمل العسل. فخلونا نبدا اول شيء في تجهيزها. طبعا هون عندي اول شيء طنجره كثير حرارتها مرتفعه، والسبب بذلك انه الاكل الصيني لازم يكون كله فريش وفيه قرمشه بالاخر، ما يكونش الاكل مستوي كثير وذايب والخضار ذايب كثير، لا لازم يكون فرش. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طنجره سخنه كثير، وراح ابدا في تجهيز قليه من البصل. نرفعها على النار شوي لانه كثير حامي. مباشره نبدا في تجهيز قليه البصل. يا سلام الريحه، انا بحب هيك بحب انا الطنجره تكون. بضيف الجزر مباشره وراها. اوكي، الان احنا عم نشتغل، رح نشوف الوصفه على الهواء. شوفوها حبايبنا، للناس اللي ما لحقوا انهم يسجلوها شوفوها امامكم، هيها موجوده، اشي روعه. الان راح اضيف قليل من زيت السمسم، وزيت السمسم بهاي الطبق يعد تابل ما بنطبخ فيه. راح اضيف شوي من زيت السمسم حتى اعطي نكهه طيبه. سامعين كيف الطنجره عندي والبخار عم بيطلع منها ولا اروع من هيك. اوكي، الان راح اضيف مجموعه من الفليفله، حمراء خضراء صفراء ولا اروع منها. اوكي، نكمل القليه. هون شبت راح اضيف شوي من زيت السمسم كمان. سامعين الصوت؟ انتوا اسمعوا الصوت. طنجره عندي رائعه، ممتاز. الآن راح أضيف حتى أعطي شخصية للطبق، راح أضيف تو آيتمز اللي هو الثوم والزنجبيل، هم أساس. زنجبيل، ثوم، صويا صوص. صار في عندنا مطبخ آسيوي، مطبخ ياباني، مطبخ صيني. طيب خلونا نجيب ملعقة صغيرة ونضيف الزنجبيل ونضيف الثوم. هون بتبلش عندي تطلع الروائح الطيبة ويتكون عندي شخصية المطبخ الصيني. اوكي، روعة، الروائح الطيبة طلعت عندي هون، اشي يعني رائع جدا، شايفين كيف؟ اوكي، الان راح اضيف العنصر الحلو اللي هو ممكن استعمل اناناس
أو أستعمل أناناس وعصير البرتقال. في أستعمل العسل العصير الحامض، بدي أعمل بلانس، بلانس بين الحامض والحلو. فراح أضيف الأناناس. طبعا في ناس يمكن يتحسسوا ويحكوا أناناس مع أكل يعني بشوفوها شوي صعبة، فبالتالي ما أضيفوا الأناناس، خلص خلوها على اللي هي عليه من دون أناناس. شو رح نضيف كمان؟ سمعين الصوت كيف؟ الصوت ولا أروع منه. راح أضيف الآن دجاج، شبس الدجاج المقرمش من نبيل اللي عملناه بالفرن. راح أضيف الآن الصلصات اللي هتطري الصوص، فراح أضيف صلصة الصويا صوص، أوكي. راح أضيف عصير الأناناس، راح أضيف شوي من عصير الليمون، وكمان رايح أضيف الكاتشب، وبدي أضيف لي كمان ملعقة أو ملعقتين من العسل. ممكن إني أستعمل عسل أو سكر، فخلوني أتناول السكر من هون من قسم الحلويات. أنا عامل قسمين، قسم ساخن وقسم حلويات، أوكي. ملعقتين صغار من السكر. أهم شيء ما نضيف بالمرة ملح، لأنه أنا عندي صلصة هون طيبة جدا. أخيرا وليس آخرا، رايح أضيف عليها مكثف، بدي أكثف الصلصة وأكثف، فراح أستعمل مي ونشا. هو المكثف الطبيعي في المطبخ الصيني هي مي ونشا، من ذوبه على مي باردة ومنضيفه على الصلصة last minute أو بآخر شيء. هو الأكل الصيني كله هو متعبه في التحضير، ولكن عملية الطبخ لازم ما تأخذ أكثر من 5 دقائق. هاي منضيف النشا وصار عندي هيك أحلى طبق صيني ممكن تتخيلوه. راح أتركه 5 دقيقة بس إنه يأخذ له بس غلوة واحدة وبكون جاهز السكب عندي. أوكي، خلوني بس أشلح الكفوف، لأنه أنا بحب دائما مرتاح صغير لما أغير الكفوف. روعة. خلونا نعزل إشي بسيط عندنا هون ونبلش في عملية السكب مباشرة. الطبق الثاني لليوم رح يكون طبق رائع جدا، طبق بيتوتي بامتياز. رح يكون صينية الدجاج مع البطاطا على الطريقة اللبنانية. أنا زي ما حكيت لكم يا حبايبي عم بختار لكم الأطباق السهلة والبيتوتية طول رمضان، يعني عم بحاول إني أجد وصفات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، والحمد لله رب العالمين كل يوم الله عم يوفقنا نوعا ما بهذا الموضوع. أوكي، هاي عندي هون صار جاهزة مباشرة. خلونا نجيب جات التقديم ونقوم في عملية سكب هيك على السريع. بنجيب الطنجرة وبننزل. شوفوا، الله 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 الله، الريحة الطيبة طالعة يعني إشي. شوفوا فيها صوص كمان، هاي جنبها رز أبيض من تايجر أو بسمتي من شعبان أو فرايد رايس كمان روعة. لازم حكيت لكم هذا الطبق راح أزينه بالكاجو، وطبعا هذا الحكي من عندي يعني فيش كاجو عندكم عادي، أحلى طبق بطلع من نبيل.